السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي، صباح النور. صباح النور، صباح الخير. شنو مجدلينا اليوم؟ اليوم حبيبتي انا علاش خصنا نهار، لان بزاف الناس كيقول لك بدي الناس اللي كيشد لهم تليفون وكذا عطاو الطلبات ديالهم كيدوز طلباتهم، حنا كنلقاو اشكاليه ان ما كاينش تليفون فتح، حنا محتاجين بان يكون عندنا وصفات. فكنقترح باننا ديروا لهم وصفات يعني اللي هي ممكن تستعملوها في البيت في البيوت ديالنا، ما يبقاوش غير الناس اللي عندهم طلبات. نعم. فنهار نخصوا لهذوك الناس اللي ما كاينش لهم تليفون ان شاء الله. قبل لكم عندنا لكم واحد الخبر، قبل ما توجدوا شهيوات جلسوا في ديوركم، وهذا الخبر هذا مختص لواحد ناس معينه. ف يعني هذا بلاغ يعني عاجل كنقولوا لكاع المواطنين المغاربه انه غادي تكون واحد العواصف وتساقطات مطريه قويه تقدر توصل حتى ل 200 ملم من غدا ان شاء الله، او اليوم الخميس، يوم من اليوم حتى نهار السبت. فاحنا كنقوموا دابا بالانذار ديالكم باش تاخذوا الحيطه ديالكم والحذر باش نتجنبوا كاع الانعكاسات اللي ممكن تجي على من خلال هذه الاضطرابات الجويه. مديريه الارصاد الجويه الوطنيه وضحت هذا الامر هذا واكدت على ان هذا الانذار هذا كيهم هذه الولايات والاقاليم اللي غنذكروا دابا، واللي هي اكادير، ايدا وتنان، ازكان، ايت ملول، الصويره، سارودانت، الحوز، تيزنيت، الشوكا، ايت بها، وشيشاوا. نعاود نذكر على انه غادي تكون عواصف وتساقطات مطريه قويه تقدر توصل حتى ل 200 ملم من اليوم وحتى نهار السبت. هذا انذار قالته المديريه ديال الارصاد الجويه الوطنيه، وغادي يهم خصوصا الولايات والاقاليم ديال اكادير، ايدا وتنان، انزكان، ايت ملول، الصويره، تارودانت، الحوز، تيزنيت، الشوكا، ايت بها، وشيشاوا. فاذا بقاو في دارنا ونردوا بالنا باش نتجنبوا اي خسائر خصوصا اللي هي بشريه. الله يرحمنا يا ربي والله يجيبها على قد النفع. نرجعوا ليك لاله هدى اليداري. وي حبيبتي الخبيره في الطبخ باش ما تخرجيش. لا ضربي دابا كايناش هنايا. انا ما صيفطت لاولادي مدرسه ما نخرجش نصدى اليوم جلست. ماشي اولادك صيفطيهم انت، ما صيفطتش مدرسه. شتي غدا ما كاين لا مدرسه لا خروج لا دور. دابا غير مدرجه هنايا، غير مدرجه. كاينة غير اكادير قلنا، ايدا وتنان، ازكان، ايت ملول، المهم يسيلونا من الحب بجانب، تيزنيت، الشوكا، ايت بها، وشيشاوا فقط. يلا نعطينا لاله الوصفة. يلا حبيبتي اول حاجه غادي نبداو عليها يا ربي نتمناو لهم ان شاء الله الخير وما يكون حتى شي حاجه اللي هي تضر اي مسلم. يا ربي امين. فاليوم غادي نبداو بعدا بواحد الكيكه عائليه. شوفوا هذه ديك الكيكه اللي كنسميوها الرويضه الكبيره. انا كنسميها الرويضه حيت كتجي كبيره. شي مول كبير هذيك لطا مدوره ديال فيها الحوت. كبيره هذه كبيره. انا كنسميها هذيك الكيكه الرويضه حيت كبيره تبارك الله ما شاء الله. هي الرائع فيها بانها ما كيكونش فيها مقادير كثيره لانها كتحضر بزاف بالماء، وهي اغلبيه اللي كتكون بزاف عند المخبزات او عند المحلبات اللي كيصوبوها على شكل ربوعه كتكون كبيره، هي لذيذه. ولكن هذه لاباز ديالها ما فيهاش بزاف ديال المقادير، فمقادير كتكون ماشي غاليه طبعا. على برا غادي يديروا لك غير شي حاجه اللي فيها المقادير. حنا مازال غادي نديروها لذيذه شويه بهذه ديالها. إذن يلا نبداو على بركة الله. اش غنسميوها؟ غادي نسميوها الكيكة العائلية. الكيكة العائلية. الكيكة ديالها بين قوسين رويضة. هدى اليداري يلا تفضلي. يلا حبيبتي، إذن عندنا خمسة البيضات. خمسة البيضات. عندنا كاس ديال العنبة اللي بالحليب المركز المحلى. عندنا كاس لاروب ديال الزبدة. عندنا نص كاس ديال الزيت. أي نوع ديال الزبدة؟ المارغرين، أي نوع ديال المارغرين درتوه. عندنا لالا معلقة صغيرة ديال الخل. قبصة الملح. فاني. كاس ديال العنبة ديال الماء دافي شوية. ربعة ديال الشكلاط مذوبة. ثلاثة الكيسان ونص ديال الطحين فورس. معلقة كبيرة ديال النشا. وعندنا معلقة كبيرة ديال الكونفيتير ولا معلقة الجليكوز اللي لقيتوه في الدار. الكونفيتير كيكون ديال المشماش كنعرفوه، هو اللي كنستعملوه بزاف. نعم. هادو هما المقادير ديالها. عندنا كتكون بين قوسين، إلا بغينا الكيكة تجينا كحلة فكنديرو ربعة ديال الشكلاط مذوبة كتكون كحلة، وكنزيدو معاها جوج معالق ديال كبار ديال بودرة الكاكاو. بغيناها تجينا غير بيضة كنديرو الشكلاط بيض، ربعة ديال الشكلاط بيض، وكنزيدو جوج معالق كبار ديال الكوك ولا بودره اللوز اللي عندكم في الدار. جوج معلقات كبار يا اما كوك ولا اللوز مطحون، بودره ديال اللوز كتكون بيضة. هذه يعني بين قوسين كنديروها. يلا نبداو الطريقه. ايوا كناخذوا لالا البيض، الحليب المركز المحلى. الا ما لقيناش الحليب المركز المحلى اللي هو كراميل ولا ما كاينش في الدار، كنقدروا نستعملوا كاسونس ديال السنيده.
بلاتي على هذا الحليب المركز كاراميل كاراميل كاراميليزي الا ما كانش في حاله ما كاينش كاسونز يا سيده صافي في الأرض. كتجيب لاصق البيض والحليب والغرض وسنيده اما سنيده يا اما الحليب المركز واحد فيهم ليهم الحليب واخا بلاتي الا ما كاينش الا ما كاينش نديرو كاسونز سنيده اصلا لا ما كنديروش سنيده ملي كيكون هو صافي ما تحتاجيش طيب. نهائيا سنيده طيب دونك كناخذوا البيض والحليب المركز ايوا إيه ومعاهم ديك معلقه صغيره الخل وقبصه الملحه كنضربوهم مزيان ياكل لنا كنزيدو عليهم الفاني شحال ما بغيتو تلوكو الفاني واش بغيتو وحيده بغيتو جوج لكم حريه الاختيار كنزيدو عليهم على داك الكاس ديال الماء اللي هو دافي شويه ماشي بزاف دافي واحد شويه ياك كنضيفو حنا كنضربو سواء بالتراب اليدوي او التراب الكهربائي لكم حريه الاختيار كنضيفوا عليهم على ديك الزبده الزيت اللي قلنا راه كاس لاروب ديال الزبده واحد نص كاس ديال الزيت وحنا كنطربوا دائما مع التطريب وكنضيفوا عليهم داك الشكلاط يا اما ابيض او اسود حسب الاختيار ديالهم حتى كيندمج ديال الخليط كله كنضيفوا عليه ما لاله عليك الدقيق فورس اللي هو الخميره ما كاين اربعه الخمارات نسيت الخميره اربعه الخمارات كتطلع لينا غتجي طافصه غتجي طافصه شوفي انا ما عرفتش نطيب برك عليا نفكرك في المقادير بارك الله وانت اللي عرفتي نطيب وانا بجوج بينا راه نقفروها الا طيب عرفتي الا جينا نطيبوا بجوج امينه ناري ما نقول لك جاتولي قضيه واعره انا نقول شي لا انا نقول لك ديال ولا راه ما كتكونش هكاك راه كنديروها بهذا الشكل وراه المصيبه هي اللهم خلينا واحد فينا نفكرك في المقادير الله انت شي واعره واحد كيكمل الاخر شوفي الا جاني انا زهايمر بعدا نلقى شي واحد حدايا كيفك ما تخافيش انا انا الذاكره ديالي كارت ميموار ديالي يلا حبيبي غنزيدو الدقيق والخمارات ايوا اييه ايوا لا دائما الخميره غنغربلو مع هذيك غنتقابل مع الكونفيتور لا كونفيتور كتزيدي اخر شيء حتى كتزيد تضيفي الطحين وهذيك كتكون ديك الكوك حيت هو الكوك ولا بودره الكاكاو كنضيفوهم اخر شيء فكنضيفو معاهم ديك دونك الدقيق كنزيدوه مع الخمارات والنشا اييه بلاتي هاتي تنسي لينا شي حاجه البيض درناه الحليب ما كاينش تما كم سنيده اخر كتبي بين قوسين اخرى الجميع بلاتي الزيت الخل الخل درناه الملح درناها الفاني درناه الفاني ما نديروش مع الدقيق والخمارات لا ضيفه في الاول انا اللي كان ستيك فاني سيدوب واخا صافي وكنديروا الماء قلنا زدناه ها هو الشكلاط حتى هو زدناه صافي الطحين نشا كونفيتور هو الاخر وبودره الكاكاو كنزيدوها مع الخمارات والدقيق ياك اييه ايوا ايوا لا صافي دابا زدنا كاع المكونات كلشي كنخلطوه مع بعضياته ياك ونديرو في مول كبير اييه الله يرضى عليك كبير مدهون ومرشوش بالكاكاو مرشوش بالكاكاو صافي ويدخل الفرن صافي الله يجعل البركه تبارك الله عليك ايوا شنو الوصفه الثانيه يلا عندنا الوصفه الثانيه هي غادي نحضروا نعلموهم كيفاش يصوبوا ياغورت بالشوكولاته ياغورت في عرفتوا داك الياغورت بالشوكولاته اللي كيبغيو الدراري اها زوين ولا بالكراميل هو نفس يكون يا اما شوكولا يا اما ب اللي كنقولوا كراميل فاليوم نعطيوه لهم بالشوكولاته لان اغلبيه الاطفال كيحبوه بالشوكولاته سهل وممكن نحضروه في الدار ايوا يلا اذا عندنا السترو ديال الحليب سترو حليب 8 المعالق 8 المعالق فرطة 8 القطع ديال الشكل داك الشكل ديال 4 دريال شريو 40 ريال شريو 2 دراهم واخا ياك حسبي معايا امينه السترو ديال الحليب وشحال السترو ديال الحليب 70 ريال ياك لا باش نعرفوا شحال غيخرج حتى الاخر ونديروا الكونتابيليتي عطينا دابا الوصفه سترو الحليب 8 القطع صافي انتي اقتصاديه في الوصفات ديالك هذا كيخرج ربعه ديال خمسه شتي ملي درتي بستله ديال السردين بحال ديال درتي لي بحال ديال اللحم صافي عطيناك الاوكي لا لا درنا حبه واحد البستله كانت رائعه ديال الهبره ديال الدجاج واللي حلفي عليها حوت وعلى ديك البستله اليوم راه عندنا واحد الطلب ديال البستله كان خدينا البارح بستلات صغار اييه غادي نديروهم اليوم فينونسي واقيلا يلا عطينا بعدا سترو الحليب و 8 قطع ديال الشكلاط هي 8 قطع ديال الشكلاط وجوج معالق كبار السنيده جوج معالق كبار السنيده جوج معالق كبار مايزينا ولا ديال النشا
زوج معالق كبار ديال النشا، معلقه صغيره ولا نص معلقه ديال بودره الكاكاو، حنا بغينا باش يعطينا لا كولور، يعطينا اللون. نص معلقه صغيره، نص معلقه حتى المعلقه على حسب اللون اللي غادي، على حسب الكاكاو اللي غادي تشري. معلقه ماشي مشكل. زيد صافي، هذو المقادير. كناخذوا لاله الحليب كنذوبوا فيه، اول شيء هو السنيده مايزينه ماشي على النار، لا بارد، حطيه في كاسرونه بارد وندوب فيه سنيده. هي مايزينا، مايزينا الكاكاو، الكاكاو كنضربو كلشي بطراب يدوي، وعاد كنضيفو داك القطع ديال الشكلاط، كنديرو كلشي فوق العافيه، ما تكونش مجهده بزاف. مايان هنا كنضربو حتى كيذوب داك الشكلاط شويه، كيديرو كيولي لنا ثقيل، كيتقال ما نخليوش يتقال بزاف لدرجه بانه يولي ثقيل كثير، لان غير شويه بدا يتقال نطفيو عليه. داكوغ، نحطوه نديرو في كويسات ولا في ديك الزليفات، ديك لي غامكان ولا ديك الزليفات الصغار ولا كويسات صغار، وديريهم كيبردو، كيبردو تماما هذاك اللي كتشريه من الزنقه ب 50 ريال. بالنسبه للشكلاط نقدروا نديرو زعما يعني في الا درنا نوع زوين يجي ألد ربما؟ لا، الا انا عندك الكاكاو، الكاكاو غيعطيك ديك النسبه اللي ناقصه في الشكلاط، لان ملي كنبغيو نشريو الشكلاط غالي. دابا راه واحد القضيه خصهم يفهموها، راه ماشي يمشي نشري شكلاط غالي باش يعطيني مذاق، راه نقدر نشري داك الشكلاط ديال 460 كيلو ياك، نشوف الوصفه اشنو طلبات ليا، الا هي انا محتاجه لذاك المذاق ديال الكاكاو، المذاق ديال هذا، راه شنو النسبه؟ النسبه كتختلف غير في الكاكاو. ملي كنمشي نشريو الشكلاط ديال 200 درهم شنو زيد فيه؟ كيقول لك عندنا فيه 65% ديال الكاكاو، فبالتالي عوض ما نشري داك الشوكولا الغاليه نشري الشوكولا، والله العظيم نشري الشوكولا عاديه وزيدي فيها بودره الكاكاو. صافي واخا لا زيد. وصفة الاخرى نشوفوا بعدا كاين شي سؤال على زينب، الا كان شي سؤال خذي لنا، ولكن ماشي الوصفات غير الاسئله اللي جرب شي وصفه ولا اللي بغى يسول على شي وصفه بغى يصوبها شي حاجه فيها، ماشي الوصفه كامله باش هكذا ما نقطعوش كاع الاتصال والتواصل معكم. عندنا اليوم باش ما نساوش السيده اللي قربت كره ولدات الصابلي ديال الشكلاط، عطينا البارح صابلي، لا هذا بالشوكولا، واخا عطينا بعد الوصفه ديال البارح باش ما نساوهاش. فينونسي ما جبتيهمش عاوتاني اليوم، عقوبة عقوبة، غدا غادي تجيبو ناكلو، ماشي غادي تجيبي لنا الوصفة نهار الاثنين، كاينهم العيد ميلاد يا صاحبي نبقاو ناكلو فيونسي. واخا ماشي مشكل، عرفتي شنو غديري؟ غنعطيو البسطيلة عندك؟ عندي بسطيلة بطبيعة الحال، أنا أصلا جايبين لهم بسطيلة، يلا بسطيلة بسطيلة، لأن طلب ديال البارح، وهاديك الساعة نمشي نشوفو الصابلي الآخر. واخا هادو بسطيلات صغار قلنا ياك؟ إييه. مالحين قلت؟ مالحين بالدجاج، بالدجاج مالح، بالدجاج ياك، الدجاج مالح. يلا إذن أول شيء غادي ناخدو دجاج غادي نوضعوه في نقطعوه غادي نديرو له في الطنجرة، غادي نضيفو عليه بلا جلدة، بلا جلدة بلا جلدة، غادي يكون مقطع، غادي نضيفو له، أولا الناس اللي كيبقى لهم صدر ديال الدجاج، حتى الناس اللي كيبقى لهم صدر يستعملوا بهذه الطريقة، غادي نوضعوه في الطنجرة، غير صدر، أي صدر، كنوضعوه في الطنجرة، كنضيفو عليها لالا كاسونس ديال الماء. دابا هذه شحال من صدر ناخدو؟ جوج، ثلاثة، أربعة اختيار لهم، يعني ما ديباسيش جوج كيلو، جوج كيلو ديال الدجاج. دابا هادشي نعطيو ديال جوج، جوج كيلو ديال الدجاج، جوج كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، صدر او دجاج، حيت هي كانت عندنا واحد الطلب واحد المره ديال الناس، قالت لك اودي انا ولادي كياكلوا هذا كيبقى لي الصدر ديال الدجاج، فاشنو ندير به؟ اذا سوا كناخذوا اللحم ديال الدجاج كامل اولا ديال الصدر بوحدو، اذا كناخذوا دابا جوج كيلو ديال اللحم ديال الدجاج من اي بلاصه بغينا، اي بلاصه بغيتي. اوكي ناخذوا جوج كيلو، ماشي دجاجه ديال جوج كيلو، اللحم خصو يكون فيه جوج كيلو، دجاجه ديال جوج كيلو، وحدتي معنا اخت. دابا الصدر في نظرتك ما فيش عدد؟ بلاتي بلاتي، غادي ناخذوا دجاجه ديال جوج كيلو، واحد دجاجه ديال جوج كيلو الا حيدنا منها الحماس والعظومه وداك الشيء، ما غاديش يخرج لنا جوج كيلو ديال اللحم، دونك ناخذوا دجاجه ديال جوج كيلو ونحيدوا لها الجلده. ايوا كنديروها في الطنجره، كنزيدو عليها كاسونس ديال الماء في الطنجرة، كنزيدو عليها كاسونس ديال كبير صغير، عنبة، عنبة ديال الماء، إيوا كنضيفو عليهم عطرية الحوت، عطرية الحوت، معلقة، معلقة صغيرة، كنضيف عليهم بصلة مقطعة، ملحة، معلقة صغيرة عطرية الحوت، خيزوة، ملح وخيزوة، ورقة سيدنا موسى، ورقة سيدنا موسى، جوج دروز ديال التومة، جوج توم،
صافي طريف ديال الحامض. طريف ديال الحامض اييه. كناخذوها لالا كنديروا كلشي في الطنجره كنسدو عليها كتسلق. ونسد عليه يتسلق، عرفتي غادي نخليوه يتسلق ياك بين ما أصالة غنات لينا من هناش، ومن بعد نرجعوا لكم نشوفوا تتيمات البسطيلات الصغار اللي في الفران واللي هما ديال الدجاج مالح. مع هدى اللي داري الخبيره في الطبخ، طبعا شاف هدى اللي مازال غتعطينا طريقه باش غنصوبوا البسطيلات صغار مالحين بالدجاج. اذا خدنا الدجاجه ديال 2 كيلو، حيدنا لها الجلده، درناها في طنجره وضفنا عليها كاس ونص ديال العنبه ديال الماء ومعلقه صغيره تاع عطريه الحوت مليحه، خيزوه خيزوه محكوكه لا هكذاك، لا غير كنديروها هكذاك صحيحه ورقه تيراموسا، جوج ديال الثوم وطريف ديال الحامض كنسد عليها باش كتسلق. ايوا بعد من بعد لالا كناخذوا داك الدجاج كنصفيوه، ما كيبقاش فيه المكتيل لان حنا ما درناش كميه كبيره ديال الماء، كنصفيوه كنحيدوا ديك البصله اللي حنا هي كنجيبوها كنقسموها على جوج وكنديروها. اي ما درناش بصله، درنا بصله في السلاقه امينه. لا درت الدجاج كيلو نجلده طنجره ما قيتيهاش. واخا لالا بصله كبيره هي كنقسموها على جوج على اربعه ونرميوها فيها. ثوم على اربعه ايوا. وكناخذ لالا ديك واحد البصله كنشدوها كنديروها في واحد الطنجره. كنضيفوا عليها بصله اخرى مشلده رقيقه، غير صغيره بصله، غير صغيره مشلده رقيقه مع هذيك البصله اللي تسلقات، واخا كتكون عندنا مقسومه على جوج على اربعه كنقطعوها قطع هكذا كنرميها. كنديرها في طنجره اييه ونضيف عليها بصله اخرى مشلده رقيقه كنشحرها. وهذه نشلدها؟ لا هي كتكون عندنا مسلوقه، فبالتالي قطعيها قطع كبر هي دغيا غادي تذوب. ياك كتذوب بسرعه. كنضيفوا لالا شويه ديال الزيت، ورقه سيدنا موسى، جوج درسات ديال الثومه، وكنشحروها مزيان. بعد ما كتشحر ديك البصله مزيان كنضيفوا عليها الربيع اللي هو اربعه المعالق ديال الربيع مقطع مخلطين. كنضيفوا عليها شويه ديال الازير، غير راس المعلقه ازير اللي يكون مطحون، شويه ديال الزعتر. كنشحروها شويه وكنضيفوا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت. من بعد كنجيبوا داك خزوه اللي هي عندنا مسلوقه كنحكوها في الحكاكه الغليظه وكنضيفوها حتى هي كتشحر معاهم. كنضيفوا ديك القطع ديال الدجاج اللي كتكون دجاج من بعد ما سلقناه راه حيدنا له العظم وقطعناه قطع هكا شرطناه. كنضيفوا لالا معلقه ديال السودانيه. كيفاش نشرطوا؟ يعني داك نقطعوه رقيق شرائط رقيقه. نحلوه عليك نور. اوكي كديروا ليها لالا ملي كنضيفوه كيخصنا نضيفوا شويه السودانيه، معلقه صغيره السودانيه ولا معلقه كبيره، وما خصهم يجيو شويه حارين، ماشي بزاف حارين، واحد شويه. يا اما السودانيه يا اما الهريسه اللي بغيتي. كنضيف واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود. شويه الزعتر. نص معلقه الفلفل الحمراء. واحد نص معلقه ديال القزبر يابس. وربع معلقه صغيره ديال الكمون. نص معلقه صغيره التحميره. اييه. نص معلقه ديال القزبر يابس. نص معلقه صغيره قزبر يابس. وكنديروا ربع معلقه صغيره ديال الكمون. معلقه صغيره ديال الكمون. اييه. صافي كنخلطوا هذا الشيء كله، كنخليوها كتشحر. كتشحر واحد 10 دقائق باش كتشرب مزيان ديك العطريه. وكنضيفوا عليها لالا ديك لافيرميسيل ديك الشعريه. كنضيفوا ديك الباكيه ديال الفيرميسيل كتكون دائما مفزقه في المطايب ونخوي عليها ما بعد نصفيها ونخوي عليها ما بعد وتقطع. كناخذوها كنشحروا كنضيفوا عليها ملي كنديروا كنضيفوا عليها واحد معلقه كبيره تجوج معالق ديال صلصه السوجه اللي كتكون ثقيله. كنضيفوا لالا عصير حامضه كامله، شويه مليحه لان الفيرميسيل كتكون من حيت في الاول ما نديروش الكميه كبيره ديال الملحه، فلا فيرميسيل كتكون شويه مسوسه غنضيفوا عليها شويه مليحه باش نسبه. صافي وكنخلط كلشي في ديك الطنجره ونخليها فوق البوطه واحد 3 دقائق من بعد ما نسجم الخليط، واحد 3 دقائق باش كتشرب ليا ديك لاصوص ديك لافيرميسيل، ونحطها تبرد نقلبها في واحد الطبسيل كبير ولا فقس. عليكم ديك الطويان ديال البسطيلات الصغار، حيت بزاف الناس كيقول لك اودي لنا مشكله في طويه البسطيله باش تجيك ساهله، غطيت شي بواطه ديك الغطايات ديال البواطات عرفتيها، ولا ديك الحديده سيركل حديده صغيره كتحطي الورقه كتغطسيها في الوسط حتى كتاخذ الشكل ديال ديك الغطايه ولا الشكل ديال داك السيركل، كديري العماره وكتجمعي الجنيبات
شتي بحالاش بحال اللي غادي نجمعوا داك البطبوط ملي كنكونوا قرصناه كنعمروا نبداو نجمعوا فيه بحال الوريضه بحال الكموسه بحال الرزمو شي حاجه كنبداو نجمعوا ديك الورقه وكنلويوها بها بيدينا وكنديروها من التحت ما نديروش البيض ما حتاجوش نديروا البيض غير الزيت يدينا تكون بزيت باش ما تخسرش لنا الورقه ودائما ماشي جوج ورقات في خطره واحده في الوسط فنديروا ورقه واحده تكون الورقه مزيانه حيت هي مسطره صغيره كتبغي الورقه جديده نجيو للوسط ديالها انا كناخذ ورقه واحده درتها وحده كنقسمها على جوج هذاك النص هو اللي كندير الوسط باش ما كتجينيش الترونسبارون يعني ما كتجينيش كتبين الوجه ديالها باش ما نديرش جوج ورقات الا كانت عندي الورقه رقيقه بزاف عاد ديك الساعه كندير جوج اوكي ولا الناس اللي كيخافوا منها تحليهم ولا ترتاق ولا تشقق لهم جوج ورقات ديال البسطيله كنديرهم مع على بعضياتهم كنعمروا وكنجمعوا على شكل كموسه صافي نحطوها في هذيك باش نحتفظوا بهم بلاطو اللي يكون مفرشه فيه ميكا نحطوهم نستفوهم فوق ديك الميكا نديروا فوق منهم ميكا اخرى وفي بسطيله تعاوتيني فوق منهم هي غادي تكتولي عندنا حتى اربع طبقات نخشيهم في ميكا كامل نخشيهم في كونجيلاتور نحتفظوا بهم بالصحه والراحه ما كتهاوشيش فينا اختي ندخلهم يطيبوا قال الفران دابا زعما ديك الساعه مينا من الناظور نشوفوا السؤال ديالها السلام عليكم عليكم السلام مينا مرحبا بك تفضلي الله يطول عمرك ربي يخليك نعم شكرك امينة على روحك المريحة مرحبا اهلا وسهلا كتحمقي الله يبارك فيك شكرا ولله هدى بالوساطات ديالها العجيبة والناجحة 100% حبيبتي الحمد لله ياك هانية صحيحة مزيانة الحمد لله شكرا عندي واحد السؤال ديال صابلي بريستيج اييه دابا انا جبرت معكم المقادير كاملة ايوا حتى الاخر ما عرفتش بالضبط اش نعملوا من الفوق ديال داك الصابلي واش نخليوه سامبل ولا نزوقوه امتى عطينا هاد الصابلي يظهر لي نهار الثلاث يمكن واخا الفوق شنو غادي نديرو فيه الفوق ياك واخا السؤال اذا كان ممكن اييه دابا عطاتنا دانون الياغورت اييه الياغورت واش كاكاو داك المر ولا غير العادي واخا هذا الياغورت اللي عطينا اليوم واش كاكاو العادي ولا المر اللي غادي لا المر حبيبتي المر وي هو اللي غيعطي ديك النكهه القويه ديال الشكلاط ايه واخا وبالنسبه لذاك الصابلي باش نزوقوه الفوق الصابلي حبيبتي كنا عطينا باننا كنديرو الكونفيتير قلنا الكونفيتير اللي كنا حطينا الداخل ديالو ايه راه كندهنو شويه قبل ما نحطو وحده على وحده كناخذو داك الدائره الفوقانيه اللي فيها الثقبه هي اللي كندهنوها بشويه الكونفيتور ونفندو لها وجهها بشويه اللوز اييه هكا تيجي المنظر كيجي منظر زوين وكتدار في المناسبات وحتى في الناس اللي كنبغيو بحال دابا نحضو وجي عندي شي حد كيجي فيه منظر زوين ومذاق لذيذ طيب ناخذو نوره من ورزازات نوره السلام عليكم عليكم السلام اختي امينه نعم مرحبا بك الله يبارك فيك الله يبارك فيك اختي هدى كي لاباس عليك بخير الحمد لله لاله نوره الله يطول عمرك عافاك ديكي كرويال اييه اللي راه خلاع هذا ماشي مشكل مرحبا ديك الكرويه اللي كنت درت دابا درتها ولكن هبطت ليا ما عرفتش علاش شنو درتي؟ درت دوك المقادير باش نشتيهم عليك؟ اييه درت 150 غرام ديال الزبده درت نص كاس تاع الكوك درت جوج معالق كبار ديال الماء درت درت باكية ديال كوكيز درت جوج كيسان تاع سنيدة درت شوية ديال الفواكه الملونة درت درهم ديال الشكلاط طريفات درت قشرة ليمون مشكوكة ودرت معلقة ديال بودرة اللوز درت جوج كيسان ديال الدقيق درت معلقة ديال الحليب غبرة شحال ديال الطحين شحال ديال الطحين جوج كيسان ديال الدقيق جوج كيسان زيدي وجوج معالق كبار ديال الحليب غبره جوج خمارات حمرين واحد عصير ديال الليمون كاس نعم وكل هادشي يكفي يكفي نوره غتسمعي فين كاين المشكل دابا حيت ديجا دابا هدى ما متفقاش على المقادير لا 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 لا, لا نهائيا حيت ما يمكنش نعطي انا 150 غرام ديال الزبده نعطي جوج كيتو نعطي جوج خمارات اول شيء بعدا انا ملي كنقول الخميره كنقول دائما الا فايته اربعه البيضات ولا 150 غرام اذا ثلاثه الخمارات ما يمكنش يكون عصير ليمون ويكون 150 غرام ديال الزبده ويكون جوج كيسان ديال الدقيق وجوج خمارات مستحيله طيب غادي نرجعوا ونشوفوا المشكل فين كاين لكن بعد ما غادي نوقفوا مع سؤال اليوم بقاو معنا احنا مازالين معكم في برنامج شدى الاسره مع امينه احريس ما تمشيو فين سؤال اليوم سؤال اليوم شنو راي بعض المواطنين في فيضانات اللي كتسببها الشتاء
كل شيء كيبان العيوب ديال الطرقان انها ما مصيباش مزيان، ان البنيه التحتيه مغشوشه. كنقول لهاد المسؤولين انهم خاص مراقبه. كل سنه كنعمل الله بامطار الخير، ولكن المشكله تلقاو كل عام هو مشكل ديال الفيضان. عندنا مشاكل في قنوات المياه. كنتمنوا المسؤولين اعاده النظر قبل ما تبدا الشتي يصوبوا لنا الطرقان. سؤال اليوم دابا كتسمعوا شغل أسرة مع أمينة أحريس. غادي نشوفوا شنو المشكل اللي كان عندها حتى هبطت لها الكيكه. هو عموما لما كتهبط الكيكه شنو كيكون المشكل لهدى حبيبتي؟ كيكون اول شيء كيكون الدقيق ناقص، كتكون كميه الخميره ماشي هي هذيك، لان بالنسبه ل 150 غرام ديال الزبده والخميره جوج خميرات ما غتطلع لهاش بالكميه اللي هي باغا، زائد الدقيق ناقص بزاف لان غير جوج كيسان ما غاديش يكفيوها. ففي 150 غرام ديال الزبده عندنا معدل 50 غرام ديال الزبده خصو كاس ديال الدقيق. خلاص الا زدنا معاه البيض وزدنا معاه الليمون فهدي مستحيله، هذه ما غت يعني هذه ما طلعلهاش الكيكه، هذه ما طلعلهاش نهائيا. فانا كنت قلت شحال هذه، قلنا علاش ما نخصوش امينه واحد النهار اللي نتعلموا اصول كل حاجه كيفاش. فقبل ما ندير الحاجه خصني نحسبها، يعني عندي 4 البيضات وعندي 150 غرام ديال الزبده وعندي عصير البرتقال وعندي سميتو الشكلاط لي دروب شوكولا شكات كوكيز، واش ما يمكنش نعطي انا الشوكولا كوكيز ونعطي الشوكولا الاخر العادي واللوز فيها والكوك؟ يعني امبوسيبل، مستحيل. هذه انا بعدا كنقول ما يمكنش، هذه ما غتصدقش هذه سيسيغ. يعني هذه المقادير كلها اصلا هي المقادير كلها من اولها لاخرها ما منسجماش مع بعضياتها. فالخطا ما عرفش انا واش يعني في حال هذا النوع هذا الكيكه ما يمكنش نعطيها، انا ما يمكنش نعطي جوج خمارات، يعني كنعطي ديما ثلاثه الخمارات. الدقيق خصو يكون ثلاثه الكيسان ياك، بعدا هادي تخلي نفس المقادير ديالها ولكن تستعمل ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، ثلاثة الخمارات ياك، معلقة كبيرة يعني معلقة حتى لجوج معالق على حسب القياس ديال المعلقة اللي عندها ديال النشا. فدائما النشا كيكون أساسي في الكيكة اللي كتكون فيها عصير الليمون ولا فيها الحليب وفيها الزبدة. فعلاش كنقولوا دائما إضافة داك النشا ولا المايزينا؟ النشا ولا المايزينا كيساعدوا بأن الكيكة كتنشف بسرعة، ما كنديرش الموس الوسط وكنلقاها فاسقة. فمجرد بأنها كتطلع كتنتفخ صافي، كندير الموس كنلقاها نشفات، لأن داك المايزينا ولا النشا كتشرب الماء اللي هو كيكون زائد أو أي سائل، سواء كان عصير الليمون سواء كان الحليب سواء كان ياغورت أو لا الحليب اللي كيكون في الزبدة. فيعني مقادير عندك ماشي هي هذيك حبيبتي، فخلي نفس المقادير ديالك، 150 غرام ديال الزبدة، الكوك عندك، ولكن ما نديروش كل شيء. يعني لا غادي ديري لي دروبس، غادي ديري داك الشكلاط الصغير ديال لي كوكيز، ما ديريش الشوكولا الأخرى، ديري الشكلاط واحد فيهم ياك. ديري الكوك جوج معلقات، ديري اللوز مهروش داكو، ولكن الخميره ثلاثه الخمارات. كيسان ديال الدقيق هي سيو غادي تهبط لك لان ما فيهاش كميه ديال الطحين بزاف، فبالتالي واخا غادي غتبغي ترتفع عند السوائل كثيره فغيتقلوها ما غيخليوهاش تطلع، ما تطلعش ولو شتي كاع في الفران كتبان طالعه غترجع تهبط. فخصنا نتعلموا واحد القضيه باننا ماشي نتعلم نطيب اكثر من اللي نتعلم نحسب الوصفه في عقلي. فعلاش كنقولوا هذاك اللي اخترع وصفه ولا اللي اخترع كيكه ولا اللي اخترع واحده ديك من راسه، فهي مساله بان كنوصلوا تعلمنا كل حاجه القياس ديالها. وزائد منين بغيو نتعلموا في الاول نتعلموا كيفاش كل حاجه نحسبوها باش ما نعاودوش تخسر لنا شي حاجه الماكله. ولو تسمعوني عندي وصفه غتجلسي في الدار وغتحسبي، غتاخدي ديك الكتاب ديالك وتقول لا الا درت خمسه، لا اذا خصنا نتعلموا الا درت خمسه البيضات اذا خصني كميه ديال الطحين زايده، اذا خاصني ندير معها مايزينا. انا غادي نحاول نقلب على الكيك فاسون، غادي تلقاها على 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 الصفحه ديالنا على الفيسبوك. غادي ناخذوا خديجه من فقي بن صالح. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك خديجه، تفضلي. الله يطول عمرك تبارك الله عليك. تنشكر الاخت هدى لان استفدت منها بزاف ديال الحوايج. طولي عمرك حبيبتي، تعلمتهم منها تنشكرها بزاف بزاف بزاف. طولي عمرك لاله خديجه. الله يحفظك اختي، الله يحفظك لينا. شكرا حبيبتي. عندي كنتي عطيتي واحد الفروماج منزلي ولكن انا ما خديتوش مباشره من الصفحه ديال الفيس، ما عرفتش واش ديالك او لا. المهم انا استعملته. شنو فيه؟ ما تدقليش دابا لحد الساعه، انا مازال عندي في الثلاجه، غنعطيك الوصفه اللي درت. ايه. نشوف واش كاين ما نصلح بها او لا نلوح بها. عندي كاس ديال الحليب غبره. ايه. وكاس ديال الحليب كبير المعقم. ايه.
عندي فخوماجه وحده مربعه عصير حامضه 125 غرام ديال الزبده نص خماره كلشي خلطته في الخلاط بعد درته في بواطه ودرته في الثلاجه لحد الساعه باقي سائل يعني ما جلدياش باش يديروه الدراري في كومونسين ساندويتش صافي هذا هو اللي عندي هذو هما المقادير اللي عندي واش عندي كاين ما نصلح فيه او نرمي به لا ما ترميش حبيبتي ما ترميش غير هو عندك كاس كبير ديال الحليب فبالتالي استعملتي الكاس ديال الحليب غبر اللي استعملتي كان كاس العنبه انا خديت الخنيشه كلها بها حطيتها درتي كاس ديال الحليب كبير ياك اييه كاس ديال الحليب اللي هو معقم اييه درته اييه فبالتالي عندك كاس ديال الحليب ديال الغبره خصو يساوي كاس ديال الحليب المعقم بالضبط ياك زائد خماره وحده ماشي نص خماره ياك زائد عندك لاله 125 غرام ديال الزبده وعندك ربعه القطع ديال الفرماج ماشي وحده لا عندك ربعه القطع ديال الفرماج ياك عندك ربعه القطع عندك دابا شتي دابا غتجبديه من الثلاجه غادي تضيفي ليه حبيبتي قطع ديال الفرماج اللي هي باقا ثلاثه مع ثلاثه القطع غادي تضيفي ليه واحد ساشيه ديال الحليب اللي هي بودره وغادي تضيفي ليه واحد معلقه ديال العصير الحامض وتميلونجي كلشي وترجيهم وغادي تضيفي ليه كذلك واحد معلقه كبيره ديال الزبده وتميلونجيهم وتدخليهم الثلاجه من هنا للعشيه غادي يكون جامد ان شاء الله الله يجازيك الله يخليك لينا شكرا لك خديجه شكرا حبيبتي لبنى من الرباط السلام عليكم الو نعم كنسمعوك لبنى تفضلي صباح الخير صباح النور لاله امينه مرحبا هدى صباح النور حبيبتي كنشكرك بزاف على الوصفات طولي عمرك حبيبتي كاع داكشي اللي جربناه صدق غزال بصحتك حبيبتي راه عندي طلبت حليب دو جو هذوك الحريشات المالحين المعمرين ايه انت ايه حدقه جو غزال ولكن صح. ممكن حبيبتي ممكن تحطي في الكونجيلاتور ما يبقى لهم حتى شي حاجه وشحال الوقت يقدر يبقاو شهرين شهر شهرين داكوغ عندي سؤال اخر حبيبتي هو لا كاليتي تاع الكاكاو اللي كنديروه في الكيك داك ديال العبار باش نعرفوا داك اللي زوين ملي ماشي مغشوش واخا حبيبتي على راس العين واخا شكرا مرحبا. شكرا على اتصالك اخر متصله هي لبنى من الرباط السلام عليكم لبنى لبنى طيب شكرا لك وشكرا على كل طبعا اللي تابعوا معنا حلقه اليوم وفقره اليوم خصوصا ديال الشكل مجربه وديده ودالي دالي كنشكرك جزيل الشكر شكرا حبيبتي بارك الله فيك ان شاء الله نتلاقاك نهار 2 مجي ان شاء الله يا ربي وصفات جديده وشكرا حتى الطلبات ديال المستمعين ان شاء الله داكور حبيبتي